ومشاهدينا بنصب عليكم من جديد، وصلنا لختام فقراتنا لهذا الصباح ومع الشيف ربا الناجي بفقره المطبخ. واليوم رح تعمل لنا ربا شاورما الهنديه. خلينا نصب على ربا وهيك نبلش نشتغل على السريع. على السريع لانه مش معي. صباح الخير، كيفكم؟ طيب احنا هلا بدنا نعمل شاورما. انا دوتها بمطعم ويعني انا عملت الطريقه من عندي يعني فاجتهدت فيها. اوكي، هلا بدي على السريع اللبن، بعرف المقادير اكيد رح تطلع على الشاشه. أوكي. في عندي اللبن، بدي احط عليه البهارات اللي عندنا. في عندي جرم مسالة وعندي لون احمر وعندي بهارات التندوري. الجرم مسالة اللي هي الهنديه المعروفه، بيروحوا بيجيبوا له جرم مسالة يعني بيلاقوها. بالضبط. شويه فلفل اسود، شويه خل، وعندي التومه، هاي تومه وزنجبيل انا دقيتهم مع بعض، وشويه عصير ليمون. هاي ايش الاحمر؟ لون. هذا لون. اختياري، هذا اختياري. اوكي، هلا بس احنا رح نخلطهم مع بعض. طبعا بدنا ملح، اغلبك الملح من هنار. معروف المطبخ الهندي بيستعملوا الالوان كثير فيه. هاي المقادير هلا رح تنزل على الهواء. اوكي، رح احط الدجاج في هاي الخلطة ورح اتركه ينتقع. اذا قبل بليلة كثير منيح، اذا مش بنفس اليوم يعني ساعتين ثلاثة يعني كل ما كان اكثر بكل ما كان احسن. اوكي، انا عندي هلا هون منقوع. انت جايبيته هذا منقوع جاهز؟ بالضبط، هذا من اي لونه؟ لانه احمر عشان اللون التندوري. بيجي هيك. هلا بدنا اما بنحطه بصينية بالفرن نشوي شوي، واما بنحطه على الهاي. في كمان شويه زيت انا ما حطيت، مش مشكله، بنحط معه شويه زيت حتى انه لما هذا محطوط عليه. هذا محطوط عليه، انا حطيت محطوط. بس هذا لسه ما حطينا. اوكي، هلا هيك بنضل نحركه ليستوي. هاي هي. اوكي، هلا انا عامله كمان جايب الخبز تبع الشاورما. العجينه مثل ما حكينا هي المقادير برضه، يمكن هلا بطلعوها على الشاشه. عجنتهم كلهم مع بعض. هاي عجينه انت كيف عمليتها؟ هي هلا المقادير هيها موجوده. اوكي، بس انا ايدي صار عليها صبغه، عليها صوص حمراء. ناخذ شيء من غير صبغه. اوكي، بدي اضوي تحت هاي اللي هي هاي. اوكي، بس العجينه عجنتها وتركتها ترتاح. بس بدي ارقها، وبحاول ارقها ما تكونش خميله. يعني انت عم تعمل الشاورما بعجينه انت عملتها مش بخبز جاهز؟ بالضبط، هي اذكى. هلا بتشوفوا بتجربوها كثير هيك بتلاقيها يعني كله بيسي فريش يعني. الخبز وهذا. بتحبي تجربي؟ ارق؟ مرتاحه؟ ابدا. بقولوا لازم تكون مرتاحه. مرتاحه تمام. لازم تكون مرتاحه. اوكي، في شغله كمان بدي اعمل انا صوص معها، اللي هو عندي مايونيز وعندي صوص الرانش. صوص الرانش موجود باي سوبر ماركت. ليش امسكها بايدي؟ اوكي، وفي عندي لبن. هي كميه متساويه من يعني قد ما بدنا، احنا بدنا كثير بنكتر، بدنا شوي من. انا حاطه معلقتين معلقتين معلقتين، كلهم نفس الكميه. انا بس اخذ معلقه. بتقدري تحركي الدجاج على النار. شغلكم كلكم. اوكي، هي المايونيز، حطيت عليه الرانش. هلا انت خلص هيك منيحه؟ تمام. خليني احطها بس اورجيهم بس كيف راح يكون. بدك تعملي على المقلاي من غير زيت ومن غير ولا شيء. اوكي اوكي، حطيت المايونيز، حطيت الرانش، وهي اللبن، وهيك الصلصه بتكون جاهزه. مايونيز ورانش ولبن نفس الكميات. اوكي، شو هدول الدجاجات؟ كم معنا وقت احنا نستنى هدول؟ سالم كم معنا لنهاية الحلقة؟ أكم؟ 6 دقائق. أوكي، وقت 6 دقائق. ماي جاهز إذا بدكم. فإنه هلا هاي رح نضل نحركها لما يروح المي تبعتها كلها بالفرن. اذا حطيناها بالفرن
انا بحب كثير انه الشغلات اللي زي هيك انه كل فتره نطلعها ونحركها، بس انه الدجاج بتلاقيه بلزق ببعض، فحلو انه نحركها، بنغطيها وبعد ما تستوي بنفك بنشيل الغطاء عنها وبنخليها بتتحمر شوي. ربع هلا بالنسبه للعجينه بتزبط مع الكل؟ يعني هل في شيء لازم ياخذوه بعين الاعتبار؟ هي اهم شيء العجينه اهم شيء انها ترتاح. هلا بعد ما تعجنيها اعجنيها منيح، عجينه الخبز بدها عجن كويس، تعجنيها بتقسميهم شقف صغيره بتخليهم ترتاح، بتخليها ترتاح بالضبط. بعد ما تقسميهم بترقيها، برضه هي المفروض ترتاح بعد الرق، يعني انا هلا عملتها بس عشان اورجيهم هي هلا بهاي الحاله بتكمش. ايوه بتكمش الهواء اللي بيطلع من الخميره لما تتخمر، انت عم بترقيها راح كله، عرفتي؟ فبدك تردي تخليها شوي ترتاح هيك ترتفع شوي، بعدين بنسويها على الهاي. اوكي انا بس بدي حبمي شوي. لا بعدين صحي، ما في زيت، ما في شيء بسيط. الزيت شيء بسيط، يعني خفيفه كمان. هذا تعودنا مثلا زي الشاورما كله برا البيت، يعني مؤذية احيانا، مش اي محل تتاكل، مش اي محل، وياما في تسممات غذائيه صارت. صح، فهذا بيكون مضمون، بس مشكله الاطفال يعني الا من برا بتلاقيه اذكى خلص، يعني مش يعني هم بيقولوا انه اذكى، بس لانه جايبينه يعني هيك البروسيجر انهم يطلعوا يجيبوا او ياكلوا برا، هي هاي بس. بس هو رح يكون زاكي لانه حتى خلطه الرانش مع المايونيز واللبن كمان هاي طعمها كثير زاكي، بتساعد. طيب اذا بتحبوا خلينا المخرج اوكي يعني يدور. هاي شوفي كيف بتبلش هلا، طلع هيك زي الفقاقيع هاي، بنقلبها على الجهه الثانيه. تمام، بتصير زي هاد، فرجيها بس. رح تصير زي هيك. اوكي سالم، كيف الخبزه بتصير؟ اوكي اوكي هلا بنعمل بس ساندويش هيك على السريع عشان قبل ما تدهنها. اوكي رح ادهنها هيك، رح نحط الدجاج. احنا ربما بنضحك المخرج بيحكي معنا، انا عارفه عشان هيك مخرجنا خفيف دم على فكره. حلو زي الشاورما بيحكي عن حاله زي الشاورما، فبضل يضحكنا. اوكي هلا رح الفها. بدكم تحطوا معها بندوره، بدكم تحطوا خس، وممكن بهاي الفتره بهاي المرحله احطها تحت بالشواي برضه بصير. حلو، بتقدر تحطيها كمان على الجريل ممكن. طبعا. اوكي شو اسمها على بيتها، سندويشه خفيفه وسهله وسريعه ولطيفه. هلا هاي هيك، ما احلى البرزنتيشن كمان. وفيها انا عملتها شطوره، منظرها حلو للي بده هيك من وحطيت بدي احط من صوص الرانش كمان هون شوي، وهيك خلطت صحتين وعافيه. يعني يا بتعمليها سندويشات يا بتعمليها زي ما عملتها هناك، كل واحد بيحط على قد ما بده. هاي الخبزه بس اشوف اذا الخبزه ايش صار فيها، نشوف شو صار فيها. بس شفتي شو سريعه؟ كثير سريعه. انا بضلني اقلبها لما يصير تاخذ اللون اللي يعني تبين انها استوت. وهذه هي، وصحتين وعافيه. على قلبك، يسلموا ايديك. اطلع منكم، اعطيتوني وقت قليل وخلصت قبل ما ايش فيها يا على الوقت مزبوط. ننهي. طيب بس بدي اسال سؤال قبل ما ننهي. ربع هلا لازم انا يعني شايف الدجاج لانه فيه صوص حمراء وفيه لون احمر، ما عم ببين اذا مستوي او لا. اللي ما بيقدر يعرف يذوق يشوفها اذا مستوي. اكيد بتقدر تذوقي، بس انت بالمعلقه يعني لو عملناها هيك شوفي. اوكي. لا بتعرف مرات بتعرف الدجاج من لونه يعني، بس هون اللون شوي مبين. ايوه هي مبين. بتعرفي زي كيك الشوكليت لما نحطها بالفرن شوف بين معك انها استوت ولا لا، فهي فيها طرق. احنا بنشكرك ربا، اهلا وسهلا فيكي ويعطيكي العافيه. الله يعافيكي، واحلى شيء اكيد طبعا. شكرا ربا الناجي، منوره فرشات اللي على كمان البلوزه منوره فيها. الله يسعدك، شكرا كثير لك. ومشاهدينا وصلنا لختام فقراتنا من يوم جديد، بنتمنى لكم صباح سعيد، تفاصيل يوم ولا اجمل، وايضا ليله كثير رائعه. ان شاء الله بجدد لقائنا بيوم جديد دائما معكم. الى اللقاء، وبنشوفكم الى اللقاء.